تظل الدرجة والنصف في متناول اليد بدون تغيير مسارنا. ما تغير منذ غلاسكو هو أننا بدأنا بسبعة إلى ثمانية دول، واليوم هناك أكثر من 100 دولة انضمت إلى هذا التعهد الخاص بالميثان. وبالتالي منذ إعلان غلاسكو تحولت هذه العملية إلى حركة ذات زخم طويل كبير لتخفيض الميثان بشكل كبير. وخطة تخفيض الميثان تخفض درجة الحرارة العالمية بنصف فاصل واحد من الدرجات المئوية، وهذه التخفيضات يمكن أن تتفادى نفايات أو هدر 260 مليار طن مكعب من الغاز المحروق هدراً، وهذا يحرق في مختلف أنحاء العالم. هذا هدر، هذا يحرق، وهذا يعني حرق سلعة قيمة، وهذا الغاز يمكن بيعه. وتحدثت مؤخراً مع رئيس المكسيك، لو توقف احتراق الغاز توفر المكسيك 2 مليار دولار في السنة. هو كل هذا الغاز المحروق لو تمكننا من جمعه فهذا سيكون مكافئاً لثالث أكبر منتج للنفط في العالم. إذن ونحن في حالة أزمة مناخية وأزمة في الطاقة، فإن معالجة الميثان أمر بديهي، ولكن البعض قرر خلاف ذلك. ينبغي أن نواصل الدفع إلى الأمام. الرئيس بايدن أصدر خطتنا المحدثة للميثان، و20 مليار للاستثمار في تخفيض الميثان. نحن جديون في هذا، وأفتخر إذ أقول اليوم إننا سنصدر إعلاناً جديداً مع الاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج وسنغافورة والمملكة المتحدة لنجمع كل مستوردي ومصدري الميثان الملتزمين بتخفيض الانبعاثات في النفط والغاز والفحم. وبهذا الإعلان نقول قد وحدنا صفوف الدول التي تشكل ثلث الإنتاج في الغاز ونصف مستوردي الغاز، وهذا يعني أننا سنتمكن من تخفيض الأثر على درجة الحرارة مع الإسراع في التحول إلى اقتصادي الطاقة النظيفة. والمحاضرين الآخرين سيحدثونكم. شكراً الوزير كاري. أقدم المتحدثين بترتيبهم: وزير البيئة في ميكرونيسيا أندرو نيوترمان، ووزير البيئة وتغير المناخ في كندا سيفن ريبو، والمستشار القانوني في وزارة النفط والموارد المعدنية محمد جهر الشريف في الجزائر، والسكرتير الدائم للوزارة النيجيرية الفيدرالية لشؤون الخارجية السفير جابرييل أدودا. أدرو يترمن، هل لك أن تتفضل؟ شكراً جزيلاً. شكراً لك وشكراً للوزير كاري. أصحاب السعادة سيداتي سادتي وأيها الأصدقاء، إن دول ميكرونيسيا الفيدرالية أو ولايات ميكرونيسيا الفيدرالية تتألف من سبع جزر رئيسية، وأكثرها ليست إلا على سطح المياه. وكما تعرفون وجودنا معرض للخطر بسبب ارتفاع الحرارة والقيظ والأعاصير يعرضاننا للخطر، خطر الانقراض. والخطر الذي يواجهه بلدي وخطر الذي يداهم كل الدول الجزرية هائل. لو تجاوز الاحترار درجة والنصف فقد ندخل دوامة من
مفجعات ليس فقط في بلداننا الجزرية بل في كل البلدان، وإزالة الكربون لا تكفي لإبطاء الاحترار، فمن الحيوي على المدى الطويل هذا مهم على المدى الطويل، ولكن على المدى القصير ينبغي أن نوقف الملوثات الآن وتخفيض انبعاث الميثان سينجينا، فنصف الاحترار يأتي من انبعاثات الميثان، وتخفيض هذه الانبعاثات حيوي وضروري لتفادي المخاطر المتمثلة في تجاوز الاحترار بدرجة ونصف. وفي العام الماضي ولايات ميكرونيزيا المتحدة انضمت إلى خطط تخفيض الميثان، وأدرجنا الميثان في مساهماتنا المحددة وطنيا التي انطلقت أعلننا عنها يوم الاثنين، وتعهدنا بتخفيض انبعاثات الميثان بنسبة 65% بحلول 2040. ومنذ شهرين تلقينا الدعم لتحضير خطة وطنية للميثان، وفي هذا المؤتمر علمنا أن المركز الدولي للميثان سيدعم الدول الجزرية لدعمها لتخفيض الميثان في قطاع الطاقة والزراعة و للكهرباء وإبعاد وتنظيف المدافن النفايات، وهذا له إيجابيات تدعم أهداف التنمية. ونحن وجيراننا في المحيط الهادي والدول الجزرية الأخرى نقوم بدورنا، ولكن مساهمتنا محدودة للغاية، والدول الرئيسية المنتجة للميثان ينبغي أن تقوم بدورها. ونحن نحيي الولايات المتحدة على مساهمتها في مجال تخفيض الميثان وما أعلنت عنه للتو، ونتطلع إلى التعرف على خطة الصين الوطنية بشأن الميثان لتكون قدوة للبلدان النامية. والعمل السريع في الدول الكبرى المنتجة للميثان أمر أساسي، وندعو كل الدول إلى أن تكون على مستوى التحدي، ونأمل أن تنضم كل الدول إلى هذه الحركة لتخفيض الميثان لتظل درجة 101.5 هدف في متناول اليد. نحن نرفض اليأس، لأن وجود شعبنا وجود أرضنا كل هذا يعتمد على استعدادنا لمواصلة المقاومة، ولا بد أن نضاعف جهودنا ليس بالكلام بل لاتخاذ إجراءات فعلية وعملية لتخفيض الانبعاثات لتكون أقارب النجاة للجميع. شكرا. Thank you so much. Thank you, Secretary Yettelman. شكرا لك سيدي. والآن الوزير جيجو. شكرا لجون، وشكرا للولايات المتحدة على تنظيم هذه الحلقة. أيها الزملاء، هناك سبل كثيرة لتحقيق ما نريده، ولكن الهدف واحد، وهو درجة الاحترار أو عدم تجاوز درجة ونصف في الاحترار، وأرخص طريقة لتحقيق ذلك تخفيض انبعاثات الميثان. كنت أتحدث مع أحدهم في هذا الأسبوع، قال إن العالم لو خفض الميثان بنسبة 30% بحلول 2030 هذا سيكون مكافئا لكهرباء كل النقل في العالم. هذا يمكن تحقيقه، وهذا يمكن تحقيقه بحلول عام 2030، ولكن للأسف نرى الكثير من المناطق في العالم ما زالت انبعاثات الميثان فيها في تزايد. ولذلك في الإعلان المشترك بشأن انبعاثات الوقود الأحفوري للتصدي لانبعاثات الميثان من النفط والغاز في بلدان مثل بلادي أمر مهم، ولهذا فإن كندا أسعدها للغاية التوقيع على هذا الإعلان، وهذا مهم. نحن رابع أكبر مصدر منتج للنفط والغاز في العالم، إذن هذه مسؤولية وهذا تحدي أيضا. وهناك ميزات أخرى، فهذا سيحسن بيئتنا، سيساعد على تحسين جودة الهواء، وهذا سيساعد على تخفيض مستوى الاحتراق لتفادي الهدر. وفي عالم نرى فيه مشاكل مستعصية، هذه المشكلة يمكن حلها. وكندا ملتزمة بتخفيض انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز بنسبة
75% بعام 2030، وهذا أكثر الأهداف طموحاً في أي بلد، وخاصة بلد منتج للنفط والغاز. إذن نحن حريصون على مواصلة القيام بدورنا مع شركائنا في الشمال والجنوب. شكراً جزيلاً. شكراً. معالي الوزير، الكلمة الآن للسيد جعفر الشريف. معالي الوزير كيري، أود أن أشكرك على إعطاء هذه الفرصة لأحيطكم علماً بجهودنا، جهود بلادنا فيما يتعلق بتسريع مطامحنا للتخفيف مع تعزيز الأمن في قطاع الطاقة. الجزائر تعاني من الآثار السلبية للتغير المناخي، وطبعاً أقول هذا استناداً لعدد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية للمناخ، إننا نواجه تحديات من فيضانات واشتعال في الغابات وتراجع التنوع أو تراجع توفر الموارد المائية، وهذا يؤثر على الأمن الغذائي وسبل العيش. هناك عدد من المشاكل التي تتعلق بقدراتنا على التكيف للحد من أثر التغير المناخي ومن أجل تنويع اقتصاداتنا. نحن نسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس أهداف التنمية المستدامة، وبرغم هذه التحديات فإن الجزائر ملتزمة بالمساهمة بالجهود العالمية لتحقيق أهداف باريس على أساس المبادئ الدولية وعلى أساس قدراتنا المحلية. ونظرا لضيق الوقت سوف أركز على التدابير والإجراءات المتخذة بما يتصل مباشرة بموضوع قيد النقاش. إن الحكومة الجزائرية اعتمدت استراتيجية بشأن قطاع النفط، عفوا الطاقة، على أساس الكفاءة في استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة إلى حد كبير، وتخفيض استهلاك، والحكومة ملتزمة بضمان للسكان الجزائريين طاقة نظيفة وغير مكلفة. بالنسبة للتدابير المتخذة في قطاع النفط والغاز، مثلا مزيجنا يستند إلى الغاز الطبيعي، وأود أن أشدد على العناصر التالية: اعتماد برنامج طموح للطاقة المتجددة والكفاءة في الطاقة مع أكثر من 3000 ساعات من الشمس في السنة. نريد استخدام هذه الطاقة الكامنة لاقتصادنا وصناعاتنا والتنميتنا والمضي نحو الحياد الكربوني. منذ 2005 تم حظر الحرق بقانون المحروقات الذي صدر في 2019، وهذا سمح للجزائر بأن تكون من البلدان التي نجحت في تخفيض الانبعاثات في 2020 إلى حد بعيد. والنهوض بالوقود الأخضر بما في ذلك الغاز المسيل وتخفيض انبعاثات الميثان بالكشف المبكر والتصليح وفقا للمعايير الدولية المنطبقة في قطاع النفط والغاز، وتنفيذ خارطة طريق وطنية لتطوير قطاع الهيدروجين، كل هذا جاري على قدم وساق. هل يمكن أن تقرب الميكروفون من فمك من فضلك؟ سيداتي سادتي، الجزائر تقوم بدورها لتطوير نموذج جيد للطاقة بناء على الغاز لضمان الانتقال إلى اقتصاد محايد في الكربون وتحقيق التنمية المستدامة واستئصال الفقر. ولكننا نؤمن بأن
هدف الدرجة والنصف يقتضي تحقيق مختلف أحكام الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. لا يمكن الفصل بين الأحكام المختلفة مثل الدعم المالي والتقني لتعجيل التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة. شكرا. السفير أودن، شكرا سيدتي الميسرة. السيد كاري، وفقا لالتزام نيجيريا بتصفير الانبعاثات بحلول 2060، يسعدنا أن نعلن أن نيجيريا قد وقعت وعلى استعداد لإطلاق الخطوط التوجيهية لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النفط والغاز من المصدر، بما يفصل المعايير والشروط لتخفيف انبعاثات الميثان الهاربة من قطاع الغاز، وهذا يكمل أيضا أحكام خطة منع احتراق الغاز وهدره لعام 2018. وهذه الخطوط التوجيهية ستدعم السعي لتشغيل النفط والغاز بشكل مستدام بتخفيض الواقع الاجتماعي والبيئي بسبب الحرق وإصدار الانبعاثات بسبب التسرب والتصليح والكفاءة في الحرق وإنشاء نظام للإبلاغ والتحقق بالنسبة للميثان وغيرها من الانبعاثات الغازية من العمليات، وإنشاء بيئة ميسرة تسمح بالتطبيق القطري لعمليات الكشف عن التسرب ونقل التكنولوجيا والأخذ بخطط لإدارة غازات الدفيئة وصافي الصفر في الهندسة. ونحن نشغل أيضا الامتثال الكامل لتدابير التخفيف من الميثان وفقا للخطوط التوجيهية، وهذا سيسمح بتحسين مستوى تخفيض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول 2031. وهذا في مساهماتنا المحددة وطنيا. شكرا. شكرا. والآن أعيد الكلمة للوزير كاري، تفضل. أمل أن تنضموا إلي في الإعراب عن الامتنان لمديرة الحلقة الموفقة في إدارتها، وأشكركم جميعا أنا ممتن لمن يجلس لفترة طويلة لسماع هذه المناقشات. أهنئكم على إنجازكم. 4 أمثلة على بلدان قررت أن تقوم بما ينبغي القيام به، وكل مثل له طريقة ومنهجية لمعالجة الميثان وتخفيضه. الميثان شرس، و تحدي الميثان يتفاقم بسبب الثلج الدائم الذي يذوب في الشمال. نحن نتحدث مثلا عن مكان مثل روسيا، حوالي 60% من روسيا مؤلفة من أراضي مثلجة باستمرار، ومع ذوبان هذا الثلج الميثان يخرج بعد أن كان حبيسا لمدة آلافات السنين، وهذا تحدي كبير. هذا الميثان يذهب إلى مكان آخر في المحيط، ولو أشعلت نارا ستكون هناك حرائق. الميثان تحدي هائل، يمكن تخفيض انبعاثاته. هذا أبسط شيء، هذا سمكرة يمكن سد الثغرات التي تفضي إلى التسرب، بدلا من حرقه وبدلا من تسريبه إلى الهواء.
إذن هذه بلدان أربعة تعالج انبعاثات الميثان، وهذا اتفاق جديد هام بين الدول وإعلان يسمح بدفع هذه العجلة. 140 دولة قررت أن تكون جزءاً من هذا التعهد الخاص بالميثان. لا أدري ما الذي يعيق انضمام الآخرين، ولكننا هنا وصلنا إلى شيء لا بأس به، والواقع هو أننا لو تمكنا من إشراك الدول الأخرى ولو حققنا هدفنا بتخفيض الميثان بنسبة 30% بحلول 2030، وهذا لا يعني 30% في كل بلد، وإنما كل ما تستطيع أن تفعله في بلدك كلها سوية تنضم إلى المجهود العالمي ليكون الانخفاض بنسبة 30% بحلول 2030. وهذا مهم. لماذا؟ لأن هذا التخفيض هو مكافئ لكون كل سيارة في العالم وكل شاحنة في العالم وكل طائرة في العالم وكل سفينة في العالم كلها تتحول إلى الصفر في الانبعاثات بحلول 2030. إذن ها نحن هنا أوشكنا الانتهاء من 2022، بقيت 7 سنوات حتى عام 2030. نعرف ما ينبغي القيام به، يمكن القيام به، ولو حققنا هذا الهدف في 2030 يمكن أن نواصل العمل لتحقيق صافي الصفر بحلول 2050. شكرا لكم جميعا، فلنبدأ بالتنفيذ. Thank you all. شكرا لكم جميعا. Stephen, always pleasure. You were the best son.